شهيد وعنوانه مقام تكميل النفوس السنة النبوية تأصيلا وتقصيدا. وله من الوقت 30 دقيقة، ثم يعقب عليه الدكتور الحسين الموس في 10 دقائق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فجميل شكري لمؤسسة الفرقان وكلية الآداب بالمحمدية ولمركز مقاصد بالرباط، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكتب هذه الأعمال في صحيفة مؤسس هذه المؤسسة، وأن يجعله كل أن يجعل كل ذلك علما ينتفع به وصداقة جارية، وأن يكون ما ألف ومن ألف أولادا صالحين يدعون له بالخير. عنوان مداخلتي كما جاء على لساني فضيلة الدكتور عبد المجيد النجار: تكميل النفوس في السنة النبوية تأصيلا وتقصيدا. في الحقيقة لم يرد الخطاب النبوي على وزان واحد، حيث تآلفت فيه مقامات متنوعة، تقصد كل مقام غايات مخصوصة، اختلفت مسالك حصرها بين العلماء بحسب أفهامهم لمناطاتها الخاصة وأسيقتها المتعينة بين موسع فيها ومضيق، حتى انتهى ابن عاشور إلى تخصيص تكميل النفوس بالمقام وتعيينه مميزا متفردا. فإلى أي مدى يصح نهوض ما اعتبره تكميلا للنفوس في الخطاب النبوي مقاما خاصا مخصوصا؟ وكيف نفهم تجليات وآثار تكميل النفوس في الخطاب النبوي؟ وهل من صلة له بباقي المقامات الكبرى المتعينة؟ لتحرير تلكم الإشكالات، تحاول هذه الورقة، وهي الورقة المفصلة في المطبوع، النظر فيها من جوانب 4: من حيث جانب التقريب، وجانب التفصيل، وجانب التحصيل، وجانب التأصيل. أما المبحث الأول في معنى تكميل النفوس وموقعه، اختلفت تقاسيم العلماء للمقامات السنية وتصرفاتها النبوية، ولعله من أقدم تلك التقسيمات ما أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، ويحصر فيه أقسام السنة من جانب أصولها ومصادرها، ثم كذلك العز بن عبد السلام الذي قسم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 أقسام، حاملا ما صدر منه على أغلبها، وهو تقسيم أراد به العز تمييز أنواع السنة بحسب ما غلب عليها من حال ومقام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القرافي فاحتفظ بالتقسيم نفسه، مميزا بين التصرفات بحسب الاتفاق، غير أنه فسح لقسم آخر يتراوح إلحاقه بحسب قربه من قسم من الأقسام الأخرى. ولعله السبب الذي أفضى بالعز إلى عزوه سبب تمييزه بالحمل التغليبي، لذلك لم يجعله قسما منفردا، أي جعله موزعا بينها. وفرق الدهلوي في حجته بين قسمين كبيرين في الحديث النبوي وفي تصنيفه، هذا جعل التبليغ حدا في تقسيم السنة، أي ما اعتبره تشريعا دون غيره. أما ابن عاشور فاعتبر السنة النبوية مقامات أوصلها إلى 12 حالا، منها مقام تكميل النفوس، فقال: وقد عرض لي الآن، بعد أن ذكر كل التقسيمات السابقة، أن أعد من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يصدر عنها قول منه أو فعل 12 حالا، منها ما وقع في كلام القرافي، ومنها ما لم يذكره،
وهي التشريع والفتوى والقضاء والإمارة والهدي والصلح والإشارة على المستشير والنصيحة وتكميل النفوس وتعليم الحقائق العالية والتأديب والتجرد عن الإرشاد. بناء على قول ابن عاشور رحمة الله عليه يمكن تقريب المعنى الإجمالي لما سماه تكميل النفوس بأنه حمل نفوس المكلفين على أكمل المراتب من الخطاب النبوي بقصد تزكيتها وتربيتها على معالي الفضائل على سبيل الترقي في تحمل تكاليف الشريعة وحسن امتثال أحكامها. وهذا ما ذكرته هو بيان تعريفي مجرد عن الإضافة التي ألحقها ابن عاشور بالصحابة دون باقي الأمة لخصوص حالهم ومقامهم، حيث جعله قائما على تحقيق مناطات خاصة وفق زمن خاص وسياق خاص بهم بقوله مما لو حمل أو حمل عليه جميع الأمة لكان حرجا عليهم. تكميل النفوس في الخطاب الشرعي عموما في وصلت في الورقة مقام تكميل النفوس بالصحابة لثلاثة أوجه. أولا كما قلت لما أثاره ابن عاشور من بنائه مقامية تكميل النفوس على الخطاب النبوي المباشر لجيل الصحابة. الثاني لأن أفهام الصحابة معينة على فقه القصود النبوية لملازمتها وصحبتها وتمثلاتها حضورا وتقويما. الثالث لاعتبار الفهم الصحابي مسلكا صحيحا في فقه الخطاب النبوي تغليبا وتقريبا ولما تحقق معهم من ترق برعاية حقوق الله وحقوق عباده وتطهير النفس ومحاسبتها وأخذها على معالي الفضائل. الأوامر والنواهي في الخطاب الشرعي. يظهر أن الأصوليين لم يفصلوا في مبحثي الأوامر والنواهي بين القرآنية منها والسنية، لأنهم عدوها نصوصا شرعية نابعة من الوحي دون تفريق، وهذا يتقاطع مع الإشكال الذي نوقش قبل في الجلسة الأولى. ولما بسطوا النظر في الفروع جعلوهما على وزان واحد رغم ما يحف النصوص من قطع أو ظن ودلالة أو ثبوت. تكميل النفوس في الأوامر النبوية، هل الأمر النبوي يفيد الوجوب كما هو في الخطاب الشرعي القرآني بناء على ما ذكره الأصوليون في كتاباتهم؟ إن قصر النظر في فقه المقصد الشرعي من الأمر النبوي على دلالة السياق اللغوي المجرد لا تفي بالغرض، بل وجب الاحتكام إلى السياق المقامي أو الحالي أو المآلي، أي إلى ما هو خارجي عن ظاهر النص، وإلا فهمت النصوص النبوية على غير هداها وبخلاف معناها. ويمكن إجمال مذاهب العلماء في مسألة دلالة الأمر المطلق افعل في أربعة، وهي التي أجملها أبي زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة، حيث قال: اختلف العلماء في حكم الأمر على أربعة أقوال، فقال بعضهم حكمه الوقف حتى يأتي البيان، وقال بعضهم الندب إلا بدليل مغير، وقال جمهور العلماء حكمه الوجوب إلا بدليل مسقط، وقال بعضهم الإباحة إلا بدليل زائد عليها. وإذا غلب جمهور الأصوليين إفادة الوجوب من الأمر النبوي لغويا وشرعيا وعمليا وعقليا، فكيف فهم الصحابة الأوامر النبوية؟ وهل كل أمر منها حملوه على الوجوب؟ وهل اعتبروا في مطلقها إفادة الوجوب أم الندب أم الإرشاد أم غيره؟ وكيف تجلى ذلك في تلقيهم لكلامه صلى الله عليه وسلم؟ وهل فهمنا لتمثلاتهم العملية يقصدي حملها على ما حملوه عليه؟ أم أن للعلماء آراء مختلفة في المسألة؟ ذكرت بعض النماذج من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في تكميل النفوس، وسوف أقتصر على مثال واحد ربما الورقة فيها. المثال الأول لبيان طرق تلقي الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وأفهام العلماء لذلك. المثال الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة
إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزل أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يتضمن هذان الحديثان دلالات لفظية على الأمر، الأولى في قول عمر بن الخطاب كان يأمر، والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم واجب. ولأن عمر بن الخطاب وباقي الصحابة كانوا يعلقون طاعته بدلالة الأوامر، استنكر على الداخل ولعله عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المسجد جمعة تأخره وتركه فريضة الغسل، ولم يصرفه عن الغسل غير مخافة عدم إدراك الجمعة، وإلا لم يدع الغسل المأمور به على سبيل الوجوب، وهو المفهوم من تذكير عمر وعتابه. وقد يحتمل من الحديثين معنيان كما قال الشافعي، فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة، إنما رغم أصالة قاعدة الأمر بالأمر يفيد الوجوب، فإن أغلب العلماء وخصوصا فقهاء الحديث حملوا أمر الغسل هنا على سبيل الندب والإرشاد، بناء على ما استفادوه من معاني القيام بالفضائل والتمسك بمعالي الأمور كالنظافة والتطيب والأخلاق وما شابه. ولذلك شرح الباجي قول عمر بن الخطاب: وقد علمت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، معناه أنك مع ما فاتك من التهجير فاتتك فضيلة الغسل الذي قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر به تذكيرا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحظا له على أن لا يفوته في المستقبل من فضيلة ما فاته ذلك اليوم. ومعنى الوجوب تأكد لزومه، وقد يستعمل هذا اللفظ على معنى تأكيد ما ليس بواجب، فيقال: يجب على الإنسان أن يجتهد في عبادة ربه ويكثر النوافل الموصلة له إلى رضاه. ومقتضى ذلك أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهم على الوجوب، وإنما كان لما ذكرت عائشة وابن عباس أن الناس كانوا عمال أنفسهم يروحون بهيئتهم فيؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة، وفي هذا البيان تقصيد إلى كمالات النفس وحملها على ما يليق بها من عظائم الأمور. تكميل النفوس في النواهي النبوية إجمالا كالأوامر، يتفق الأصوليون على قاعدة النهي يفيد التحريم من حيث الأصل، وإن اختلفوا في تنزيلاتها ومناطات تحققها، مثل ما ذهبوا إليه في دلالة الأمر النبوي. ولبيان مقاصد تلقيهم للنهي سوف أمثل بمثال واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. بناء على قاعدة النهي، فإن الحديث محمول على التحريم ووجوب رفع الضرر عن الجار، وعد القرطبي ذلك من باب إكرامه، فقال: وهل يقضى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف بين العلماء، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب، إلى آخر كلامه الذي يفصل فيه بين الأقوال. حتى لا أطيل، أنتقل إلى المبحث الخامس: تكميل النفوس وصلته بباقي المقامات النبوية، وهذا هو الذي يهمنا أكثر، إنما ما ذكرته مقدمات لأصل إلى هذه النتائج. هل يستقل تكميل النفوس مقاما؟ إذا صح القول بتعين المقامات الكبرى واستقلالها، الأولى طبعا،
التشريع والفتوى والقضاء والإمامة كما ورد عند العز والقرافي وغيرهما، فإن ما عداها مما ذكره ابن عاشور لا يلزم منه في اعتقادي طبعا استقلال كل على حدة، لأن بينها تداخلا دقيقا لا تنفك عن غيرها من مقامات. ولتحرير القول وجب التفريق بين مقام التصرف النبوي ومقصد التصرف النبوي، والذي بدا لي بعد هذه الرحلة في البحث أن القرافي حصر مقامات تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة المذكورة مضيفا إليها قسما آخر مترددا لعدم تبين اندراجه أو للاختلاف حوله بين العلماء، في حين عدد ابن عاشور تلك المقامات وأضاف إليها المقاصد النبوية من تصرفاته المختلفة وسمها حالات تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. والحال أن الثمانية المضافة عدا المقامات الأربعة لا تعدو كونها مقاصد مختلفة للمقامات الأصلية الكبرى، وهي الهدي والصلح والإشارة على المستشير والنصيحة وتكميل النفوس وتعليم الحقائق العالية والتأديب والتجرد عن الأرشاد. هذه الثمانية في اعتقادي والله أعلم أنها عبارة عن مقاصد للتصرفات النبوية والمقامات النبوية، وليست مقامات منفردة ومستقلة بذاتها. والحاصل أن المقام وظيفة ومناط تصرف، والمقصد نتيجة وغاية لكل تصرف منها. مثلا تكميل النفوس غاية ومقصد لما ذكر من المقامات الأربعة وغيرها من الصلح والهدي وغيرها، كما أن لكل مقام مقصدا ولا يلزم لكل مقصد مقام واحد متعين. ووفق هذا التقدير يمكن حصر ذلك في نوعين حاكمين. النوع الأول المقامات الوظيفية العملية، وهي التي وضح أقسامها القرافي بقوله ثم إن تصرفاته صلى الله عليه وسلم منها ما يجمع الناس على أنه بالتبليغ والفتوى، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف الناس فيه لتردده بين رتبتين فأكثر، فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنهم من يغلب عليه أخرى. والنوع الثاني هو المقاصد الخلقية الإضافية، وهي التي سميت مقامات أيضا وأضيفت إلى المقامات الأولى العملية، بحيث أسند إليها البعد الإرشادي والتربوي والإصلاحي والهدائي وتكميل النفوس، وهي كلها تندرج ضمن مقصد تكميل النفوس وتزكيتها وتربيتها. لذلك نبه القرافي على المقامات الوظيفية العملية قائلا ثم تصرفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة، أي بحسب متحققاتها من المقاصد والغايات الثمانية التي ذكرت وغيرها التي استدرك بها ابن عاشور على القرافي. وعليه لا يصح في نظري اعتبار تكميل النفوس أو غيره من المقاصد الإضافية قسيما لمقام الفتوى أو القضاء أو التشريع أو الإمامة، ناهيك عما رصفه من إلى جانبه من مقاصد أخرى قريبة أو متداخلة كالهدي والإرشاد والتزكية وغيرها، لأنها تتضمنها وتلازمها وتستصحبها تقصيدا وتشوفا، إذ لكل مقام وظيفي مقاصد يرومها ويتطلع إلى تحقيقها. ولبيان هذا التواشج بين النوعين الحاكمين سوف أمثل له بنماذج مختارة، وهذه النماذج هي في الورقة لا أريد أن أطيل فيها، وقد ختمت الورقة التي يضيق طبعا الوقت بسرد كل ما جاء فيها ببيان مقصد تكميل النفوس في من كل مقام من المقامات الكبرى النبوية، أي الفتوى والقضاء والتشريع والإمامة، ليتضح أن جعل مقصد تكميل النفوس وما تلاه من مقال ابن عاشور إنما هو تفصيل موسع غلب عليه البيان التقصيدي أكثر من غيره، لأنه اعتبر ضمن أنواع المقامات أحوالا إضافية ومقاصد نبوية، ويبدو أنه لا يستقيم على وزان واحد ومعيار منسجم لما روعي فيه من مآخذ مقامية وأخرى مقاصدية مختلفة.
حتى إنه خصص لتكميل النفوس مقاما مستقلا بالنظر والاعتبار إلى جانب مقامات أخرى لم يذكرها سابقوه من العلماء الذين بحثوا مسألة تصنيف السنة. آخر طيب الحمد لله. طيب ما وجدت أفضل من عرض أبرز النتائج خاتمة لهذه الورقة وأستهلها بمعنى مقصد تكميل النفوس، فهو حمل نفوس المكلفين على أكمل المراتب من الخطاب النبوي بقصد تزكيتها وتربيتها على معالي الفضائل على سبيل الترقي في تحمل تكاليف الشريعة وحسن امتثال أحكامها. ثانيا، إن من مقاصد الخطاب النبوي تكميل نفوس أفراد الأمة كما تحقق مع الصحابة حتى اعتبروا نجوما يهتدى بها في الفقه والمعرفة والعمل. إن حمل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه على ظاهرها ومنطوقها والغفلة عن الاعتبار التكميلي للنفوس وتزكيتها في الخطاب النبوي مع الذهول عن أسيقتها دون تحقيق مناطاتها قد يفضي إلى أخطاء علمية وأغلاط فقهية. إن اعتبار علماء الأمة العلم واستمدادهم العملي من أفهام الصحابة دائم الملازمة لسنن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبران مدخلين سليمين في فقه دلالة الأمر والنهي النبويين باختلاف مناطاتهما وحالاتهما وأسيقتهما. إن تكميل النفوس أحد المقاصد الكبرى التي رامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقها سواء في جيل الصحابة الفريد أو لدى باقي الأمة من بعدهم للتشوف إليها. إن بيان مآخذ الخطاب النبوي أمرا ونهيا بالتماس مقاصده يستوجب استحضار مقصد تكميل النفوس في كثير منها بما يقوم عليه من قواعد أصولية ضابطة. في التوصيات وهي الأخيرة، أعترف في الأخير وأقر ما كتبته في شأن مقصد تكميل النفوس ما هو إلا فتح لباب النظر والبحث في قضايا ومتعلقات أخرى لا تصغر قيمة وأهمية عن أصلها، لذلك أكتفي بعرض عناوين أراها حقيقة بالدراسة. أولا، المقاصد التربوية من المقامات النبوية، وفيه يتم توسيع النظر في استجلاء المقاصد التربوية من المقامات الأربعة كالمقاصد التربوية من مقام التشريع ومن مقام الإفتاء ثم من مقام القضاء ثم من مقام الإمامة. ثانيا، البعد الأخلاقي في المقامات النبوية الأربعة الكبرى التشريع والقضاء والإمامة والفتوى، فيه تستكشف منزلة مكارم الأخلاق في التقصيد الشرعي مع تحقيق النظر في طبيعة الأخلاق المعتبرة فيها. ثالثا، طرق استثمار مقصد تكميل النفوس من الخطاب الشرعي في إصلاح المنظومات العلمية والتربوية ومناهج التدريس المعاصرة، ولعل في الهدي النبوي كما عرفنا ما يعيد بالشيء الكثير في ذلك. رابعا، ربط أحكام الرخصة والعزيمة بمقصد تكميل النفوس بدراسة مآخذ العزيمة ومناطات الرخصة في تربية الإنسان وتزكية نفسه، وذلك استرشادا بالهدي النبوي. خامسا، طرق الكشف عن مقصد تكميل النفوس في الخطاب الشرعي سواء القرآني أو الحديثي ببيان مسالك الأصوليين والفقهاء والمحدثين في التلميح إلى المقصد التربوي لتكميل النفوس. سادسا وأخيرا، دراسة علمية في بيان وشرح وبسط القواعد الضابطة لمقصد تكميل النفوس تأسيسا على مقاصد الخطاب النبوي الصريحة والمضمرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الدكتور حسن شهيد. والآن تعقيب على هذا البحث يقدمه الدكتور الحسين الموس في 10 دقائق إن شاء الله، فليتفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، سعيد بأن أتقدم بين أيدي السادة العلماء بهذا التعقيب على البحث الموسوم بتكميل النفوس في السنة النبوية تأصيلا وتقصيدا لفضيلة الدكتور الأستاذ حسان شهيد حفظه الله، وقد أجاد وأفاد
في هذا البحث الذي أعتبره أرضاً بكراً، لأنه كما تفضل فإن الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله حين أوصل أحوال تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 12 حالاً، بمعنى أنه أضاف على الأربع 8 أحوال أخرى، هذه الأحوال هي بحاجة إلى مزيد نظر ومزيد تمحيص وبحث. وقد أعفاني الدكتور حسان من أن أقف وألخص ما أجاد به وأفاد في بحثه، فلن أعود إليه. فقد كتبت التعقيب في 3 محاور. المحور الأول، حاولت أن أقدم ملخصاً لما قدمه الأستاذ حول الجانب التعريفي لهذا المقام أو المقصد، ثم كذلك حول حضور هذا المقصد في الأوامر والنواهي النبوية، ثم ما فصل فيه حول التساؤل حول مسألة اعتبار هذا المقام مقاماً فعلاً ضمن المقامات الأربع، فلن أعود إلى كل هذا، ولكن أنتقل مباشرة إلى مناقشة اعتبار مقام تكميل نفوس الأصحاب مقاماً أو مقصداً كما تفضل أخي الدكتور حسان شهيد، ثم كذلك أتكلم حول بعض آفاق البحث في هذا الموضوع. فأقول وبالله التوفيق. أولاً، بالنسبة للمقامات الاثني عشر أو الثمانية التي أضافها محمد الطاهر بن عاشور، أرى بأن عدد لا بأس به من العلماء المعاصرين قد نظروا فيها وظهرت لهم استقلاليتها عن باقي المقامات الأخرى. فمثلاً قضية الإرشاد، الدكتور سعد الدين العثماني كتب فيه بتفصيل وأشار إلى أن الإرشاد هو إرشاد متجرد عن البعد الديني إن صح التعبير، طبعاً فيه الأجر إذا كانت النية، ولكن هو إرشاد دنيوي فقط، ثم كذلك الصلح وغيره. ولكن أنا سأقف فقط حول هذا المقام، مقام تكميل النفوس. الدكتور حسان أشار إلى أن هناك تمييز بين الوظيفة وبين المقصد، وقال بأن المقامات الأربع التي عدها القرافي وغيره هي وظائف، بينما بقية المقامات الأخرى هي عبارة عن مقاصد خلقية. وأظن بأننا بحاجة إلى أن نناقش هذه المسألة وإلى أن ننظر إليها، خاصة وأن الدكتور حسان وهو يعرف هذا المقام أو هذا المقصد في تقديري أنه جرده عن الحصر الذي أضافه العلامة محمد بن عاشور. فالعلامة محمد بن عاشور يتكلم عن حال تكميل نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في كتابه بأن هذه الحال أزالت له إشكالات وحيرة في فهم الكثير من نصوص السنة النبوية الشريفة. إذن هذه المسألة، هذا القصر، الأستاذ تكلم عن هذا المقصد هو تكميل نفوس المكلفين. وفي تقديري بأن تكميل نفوس المكلفين هذا حاضر في كل أوامر الشريعة ونواهيها، لأن مقصد التزكية وتكميل الأنفس والرقي الإنساني هذا حاضر طبعا في كل المقامات، لكن في تقديري العلامة محمد طاهر بن عاشور استعمل أو أضاف هذا المقام واستعمله كمقامات أخرى لإزالة الحيرة عن كثير من نصوص السنة النبوية التي يحار الإنسان في فهمها. ومن الأمثلة التي وقفت عندها أخي الدكتور حسان والتي لها علاقة بالموضوع، أبدأ بالمثال الأخير الذي أشرت إليه في النواهي النبوية في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو جاء في حديث أبي هريرة: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. هذه القصة كما ناقشها وقد تفضلت بذلك العلماء، أشاروا فعلا هل هي فعلا تفيد هذا التحريم، ولكن الذي رجحوه أنها لا تفيد التحريم، لأن المكلف له الحق أن يستعمل ملكه الخاص،
وأن لا يأذن لغيره باستعماله. لكن هذا التوجيه لخصوص أصحاب رسول الله، ولهذا قيل بأن ما لأناكم عنها معرضين، هناك من قال بأن الإعراض لم يكن من طرف الصحابة وإنما من طرف بعض التابعين. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف وقد وقفت عنده بدون شك. ثم كذلك الحديث الآخر الذي استنبط منه العلامة محمد بن عاشور أزال به هذه الحيرة، هو الحديث أوردته أيضا الذي فيه حق المسلم على المسلم خمس، وأورده بالرواية الأخرى التي فيها أمرنا بعيادة المريض وكذا، ونهانا عن خواتم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياتر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، وأشار بأنها قد الحديث جمع مأمورات مختلفة في دلالة الأمر، كما أنه جمع نواهي مختلفة في دلالة النهي. النهي فيه الكراهة وفيه التحريم، وكذلك الأمر فيه ما هو مستحب وما هو واجب. ولكن إذا نظرنا إليه على أنه توجيه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لمقامهم من الدين، فإن هذا الإشكال قد يزول، معنى أن التوجيه مخصوص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك لعلنا إذا رجعنا إلى نصوص السنة النبوية قد نجد بعض هذه الأحوال، والتي قد ترتبط أيضا بمقامات أخرى لكن فيها حضور هذا المقام. مثلا مما وقفت عليه هي قسمة غنائم حنين. الحديث ورد في البخاري وفي عند أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم غنائم حنين لم يعطي المهاجرين ولم يعطي الأنصار منها شيئا، وأعطى لمن أسلموا حديثا منهم من أعطاه 100 من الإبل أو أكثر. فها هنا ناقش العلماء هذا التصرف، حتى إن قلنا إنه تصرف بالإمامة، فالنبي عليه السلام أذن له بأن يتصرف في الخمس، ها هنا تصرف في الغنيمة بأكملها. ولهذا الأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا، معنى هذا أن الأنصار لم يستوعبوا في بداية الأمر هذا التصرف النبوي، وقد يسول الشيطان لبعض صغارهم هل هذا من العدل الذي هو يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا رجعنا إلى لما جمعهم النبي عليه السلام وجلس معهم وشرح لهم لماذا أعطى هؤلاء الأنصار وبين، انشرح صدرهم لهذا الأمر. إذن مقام تكميل نفوس الأصحاب أظن بأنه يزيل فعلا الحيرة عن كثير من نصوص السنة النبوية، ويجعلنا فعلا نحسن الفهم للتصرفات النبوية. إذن هذا حول استقلالية هذا المقام. أنتقل إلى بعض في دقائق معدودات إلى آفاق هذا البحث إن شاء الله في دقيقتين إن شاء الله. آفاق هذا البحث فعلا البحث في مقام تكميل نفوس الأصحاب، هذا بحث أرى بأنه جدير بالعناية من طرف طلبة العلوم الشرعية، معنى أن يعودوا إلى السنة النبوية ويبحثوا فيها عن كل ما له علاقة بتكميل نفوس الأصحاب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، فعلا هذا المقام وإن قلنا بخصوصية الأصحاب به فإنه يفتح آفاق لأهل العلم وللصلحاء وللدعاة لكي يرتقوا إلى هذا المقام. وقد أشار العلامة الشاطبي رحمه الله إلى أن القرآن المكي كان فيه الأخذ بالعزائم، لم تأتي فيه المقادير التي تضبط التكليفات، وإنما جاء بعد ذلك، معنى أن التوجيه للصحابة الأوائل كانت فيه تلك الخصوصية. وفعلا الأمة اليوم بحاجة إلى أن يتمثل أخلاق الصحابة وقيم الصحابة لكي نرتقي بالأمة. أكتفي بهذا القدر، وشكرا مرة أخرى لفضيلة الدكتور حسان شهيد إذ أتاح لي أن أعقب على هذا البحث القيم، والحمد لله رب العالمين.